حلقة اليوم حلقة فضفضة. سامحوني أبغى أتكلم معكم وأنا خايف حقيقة. عندنا مشكلة كبيرة وخليني أتكلم يمكن بأنانية شوية. أنا أتكلم حلقة اليوم وأنا خايف على أولادي. أنا عندي ولدين وثلاثة بنات، أنا خايف عليهم وخايف على أبنائكم. وأنا بحكم تخصصي ودراستي في الإعلام في الدراسات العليا، فأنا الحقيقة في كثير من الأحيان أتابع بعض القنوات العامة، قنوات المنوعات، من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. كنت أتأمل قبل أيام في أحد البرامج اللي تظهر المواهب، طلع مواهب وتخليهم أبطال ويصوتون الناس وكذا، على واحدة من أكبر القنوات العربية. فلفت نظري موضوع خلاني أخاف، موضوع صناعة القدوة، موضوع صناعة القدوة. جاء على المسرح شاب نصف عاري تقريبا، يعني ما هي موهبته التي أتى ينافس بها؟ الرقص. وأخذ يتمايل بهذا الجسد اللين النصف عاري أمام الكاميرات وأمام الملايين وعلى الملأ، وإذا بأحد المحكمين يقول هذه هي قيمة العرب الحقيقية، ينبغي للعرب أن يفخروا أن لديهم مثل هذه المواهب. وإنت تتفرج على برنامج زي هذا ومعك أبنائك، انظر إلى لمعة الإعجاب في أعين أبنائك، انظر إلى هذا الذي لا يمتلك أي مقومات تخليه شيء يذكر إلا أنه يجد الرقص أو صوته حلو أو واحدة جميلة وفاتن وخلاص. بس وش يسوون فيهم هؤلاء؟ يجعلونهم قدوة لابني وابنك، ويجعل كثير من أبناء المسلمين عندما يرى هذا الشاب الذي بالأمس كان لا شيء، ما كان أحد يعرفه، ما كان له وجود، ما كان له اسم يذكر، وخلال أيام تفتح له الأبواب وتفتح له الأقنية الفضائية ويصبح النجم المشهور، الرمز، القدوة، ويستقبل في المطارات في صالات كبار الزوار. فابني وابنك يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. معلش سوي سؤال مفاجئ، اختبار مفاجئ، اسأل ابنك الآن قل له أعطيني ثلاثة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو أعطيني أربعة من الصحابة، أو قل لي أسماء خمسة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. أخشى أن النتيجة ستكون مؤلمة. ثم اسأله وقل أعطيني خمسة من تشكيلة برشلونة، حيغرد. ولا قل له أعطيني ترتيب الدوري الفلاني، ولا من هي الدولة التي فازت بالكأس الفلانية أو البطولة الفلانية، سيعرف الإجابة وستجد عنده معلومات أكثر مما طلبته أنت. يا جماعة كارثة، كارثة، مصيبة أن أمة رموزها محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وخالد وسعد وسعيد بن زيد و و و وتكون قدوة أبنائها ميسي ولا مصارع ولا لاعب ولا مشهور ولا مطرب ولا مغني. هذه كارثة، هذا أمر مخيف، هذا أمر مرعب. صناعة القدوة يا أيها الكرام، صناعة القدوة.
هنا الدور دورك أنت أيها المربي أيها الوالد وأيتها الوالدة، هذا دورنا إحنا. لأنه للأسف الذي يقوم به كثير من المربين كثير من الآباء والأمهات تغذية وليس تربية. كيف؟ نهتم أننا نلبسهم أحسن لبس ونجيب لهم أحسن أكل وندرسهم في مدارس جيدة، وإذا جاء البرد نجيب لهم ملابس ثقيلة، وإذا جاء الحر نغير لهم، وإذا جاء العيد نجيب لهم ملابس جديدة، كلها تغذية. بس السؤال، مين فينا فكر في يوم إنه يجلس مع أبنائه ويربيهم، يربيهم، يغرس فيهم قيم بعيد عن أسلوب الأوامر وأسلوب افعل ولا تفعل؟ لا، يربيهم، يغرس فيهم قيم، يعلمهم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، يجلس معهم على مائدة هذا الدين. لأنه الاستثمار الحقيقي هو في أبنائك، استثمارك الحقيقي هو في أبنائك. لأنه في النهاية أنت ترى عمرك قصير، ستعيش أيام قليلة وتذهب، ابنك هو امتدادك وهو ظلك وهو اسمك الباقي. أخشى والله إنك إن تركته على وسائل التواصل واليوتيوب لن يربونه على ما تحب. لذلك جاء في الآثار أن الرجل إذا دخل الجنة فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه درجات ودرجات ودرجات في الجنة، فيسأل ويقول يا ربي أنا ما بلغت هذه الدرجات بعملي، بما أوصلتني إلى هنا؟ فيقول له الله بدعاء ولدك الصالح لك. الابن اللي تربيه القنوات الفضائية واليوتيوب والإنستغرام والفيسبوك بعيدا عن المربي عن الأب الذي يترك قيمة تربوية، أخشى أنه إذا كبر لن يدعو لوالده، لن يكون الدعاء أصلا من أولوياته، هدفه أنه يبغى يصير نجم ولا مشهور ولا لاعب كورة ولا ولا ولا. لذلك هذا غرسك، إذا غرست شجرة طيبة أبشر بثمرة طيبة، وإن كانت الأخرى فلا تلومن إلا نفسك. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي أنا خلق قوم أياما وقد رحلوا، فقلت فأين أطلبهم وأي منازل نزلوا؟ فقالت بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا، أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل، فنوب قاع على الأيام ما قالوا وما فعلوا، فلا يستعتبون ولا لهم الجن ولا حيل، فلا يستعتبون ولا لهم الجن ولا حيل.